أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريوس البحرين على فريق كان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الثانية. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفوز الجديد يؤكد التطور المتصاعد لفريق باريس اف سي الذي يلعب بشعار فيكتوريوس البحرين، ويزيد من آمال وتطلعات الفريق بتحقيق الهدف المنشود عبر الوصول إلى الدرجة الأولى للموسم القادم. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المتتبع لمسيرة باريس اف سي يدرك تماما المستوى التصاعدي للفريق، والذي يتطور من مباراة إلى أخرى في ظل حرص الإدارة على تقديم كامل الدعم للفريق وحرص اللاعبين على تقديم أفضل المستويات في المباريات، مشيرا سموه إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للفريق في مبارياته القادمة.